كانت تلك الصيحة التي دوت في حوار دمشق وأزقتها كاسرة سلاسل القمع والاستبداد ومحطمة ترسانة من الخوف والقمع. كبلت السوريين منذ اغتصب نظام الأسد السلطة قبل نحو نصف قرن من الزمن. الخامس عشر من آذار عام 2011 يوم سيحفظه التاريخ، ولن تذكر سوريا إلا مرورا بتلك اللحظة الفارقة في حاضر المنطقة ومستقبلها. فعندما كان الربيع ينثر عطره وأزهاره في رواب سوريا ووديانها، كان ثمة ربيع آخر تخطه شفاه ثائرة وأحلام عابرة تبحث عن مستقبل تعود فيه سوريا عاصمة للرقي والتمدن والحضارة، بعد أن حولها الأسد إلى مزرعة للقتل والعمالة والجريمة، ولن تكون المخدرات آخر دركات الرذيلة. أفزعت صيحات الحرية نظام الأسد وهزت أركانه، فأطلق نيران مدافع جهزت وأعدت ليوم ينتفض فيه السوريون الذين أثبتت كلماتهم أنها أقوى من الرصاص، ولبت مدنهم وبلداتهم ساعية إلى طي سنوات من الذل والهوان، خاطة على صفحة التاريخ، واحدة من أعظم الثورات في العصر الحديث. لكن عبير الياسمين الذي انداح في شوارع دمشق يبدو أنه لم يكفي ليغطي حجم الأحقاد والضغائن والطائفية والعنصرية التي واجه الأسد بها الشعب الثائر، فكان الثمن شعبا ووطنا من البطولة والتضحيات. ولسان الحال يردد: من أي باب سندخل التاريخ ونحن لا نملك وطنا، وليس عندنا إلا جرح وزنزانة وغربة ومخيم، غير آبهين بفداحة الثمن. فثمة من يقول إن الحرية مع الخطر أفضل من السلم مع العبودية. عبرت صيحات الحرية سوريا وطافت شوارعها وأصبحت خطرا تداعى لمواجهته كل طغاة الأرض، وتحول الحراك الشعبي في سوريا من ثورة على الأسد إلى ثورة على منظومة دولية بكاملها، وساحة لتصفية سجل يفيض بالحسابات الدينية والعقدية والسياسية. لكن اختصر الشعب المنتفض تلك المراحل جميعها، وأثبت في كل مرة أن الغاية النبيلة والهدف المشرق لا يمكن أن يتوه أو ينحرف، وظل شعار الثورة الأول صداحا فوق كل الأصوات.